لما راح الصبر منه كان يسأل عن دواء. وفاة أم البطل شريفة فاضل بعد صراع مع المرض. أبكت الجميع في آخر ظهور قبل رحيلها وما قالته مؤثر. الموت يغيب أم البطل شريفة فاضل، ما قالته في آخر ظهور لها أبكى الآلاء. غيب الموت صباح اليوم الأحد الفنانة المصرية شريفة فاضل عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، وقد نعتها عائلتها بالقول أنها توفيت بعد أن غابت عقودا عن ساحة الفن، لكن صدى أغنياتها ظل حاضرا في وجدان الجمهور. من جهته كتب ابن شقيقها على صفحته عبر فيسبوك: توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل. صلت الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر العائلة. فلاح كان فايد بيغني من جنب الصور. وفي معلومات عن الراحلة، فقد ولدت في القاهرة وكانت لوالدتها دور أساسي في دعمها فنيا في ظل معارضة والدها لخوضها هذا المجال، إذ التحقت بمعهد التمثيل لكنها لم تكمل دراستها فيه. هذا وقد اشتهرت بأغنية أمانة يا بكرة، كما تزوجت من المخرج السيد بدير الذي أسند إليها بطولات أعمال فنية عديدة، ونالت شهرة واسعة بأغنيتها حارة السقايين، وقدمت فيلما بنفس الاسم. بعد وفاة ابنها سيد السيد بدير في السبعينيات غنت أغنية أم البطل وحققت نجاحا كبيرا. بيحكوا عنك روايات، بيقولوا انك بتقلب. وفي آخر ظهور إعلامي لها، كشفت الفنانة الراحلة شريفة فاضل عن كواليس أغنية أم البطل، إذ قالت إنه من الصعب أن تغني الأم لنجلها الشهيد، مؤكدة صعوبة الموقف عليها، مرددة الأغنية عاشت عشان كانت من الأم لابنها، ودي حاجة كبيرة لما الأم تغني لابنها وبتكون صعبة شوية. أم البطل ابني حبيبي. وعن حقيقة تأثر بعض ممن حضروا كواليس تسجيل الأغنية وطلب الفنانة فايزة أحمد غنائها، قالت الفنانة شريفة فاضل إن الفنانة فايزة أحمد طلبت منها عدم غنائها لما لمسته مني من تأثر كبير، مضيفة: فايزة لما شافتني تعبت وأنا بغنيها قالت لي لما أنت تعبانة كده ما بلاش تغنيها، ولكني أنا أصريت أني أعملها. الأم صعب فعلا تغني لابنها، الحمد لله. من جهة أخرى، أسست مسرح منوعات شهير في شارع الهرم، وقدمت حفلات غنائية في العديد من البلدان العربية منها لبنان وتونس والكويت، كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها حارة السقايين، سلطانة الطرب، تل العقارب، وقدمت بعض المسرحيات الغنائية.